جامعة المنصورة من الجامعات اللي دايما متفوقة ودايما في التصنيفات، سواء كانت تصنيفات محلية أو حتى تصنيفات عالمية. الجامعة حصدت المركز الأول في مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة، ده مناصفة مع جامعة القاهرة. المسابقة دي هدفها هو تعزيز الوعي البيئي بين أفراد المجتمع الجامعي والمحيطين به. صحيح أستاذ، دي الحقيقة أنه هذه الجائزة تعتبر جائزة تشجيعية لتحسين أداء الجامعات في مجال الاستدامة البيئية وتبني مبادرات ومشاريع تحمي البيئة وتحافظ عليها. جامعة المنصورة حصدت المركز الأول مناصفة مع جامعة القاهرة في مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة، وجاءت جامعة عين شمس في المركز الثاني، واحتلت جامعة أسيوط المركز الثالث. أيضاً فازت جامعة بني سويف بجائزة تشجيعية، والتي يتم منحها عرفاناً بالجهود المبذولة لتحسين أدائها في مجال الاستدامة البيئية. وقدمت جامعة المنصورة ملف مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة بشكل متكامل يبرز جميع جوانب التميز والاستدامة البيئية فيها، وتم توجيه الشكر لكافة المسؤولين بجهات الجامعة المختلفة على تعاونهم الفعال وجهودهم المتميزة خلال زيارة لجنة التقييم وإعداد كافة التجهيزات بأعلى مستوى. تأتي هذه النتيجة المتقدمة بمثابة تأكيد على التزام جامعة المنصورة وفرقها بتحقيق الاستدامة البيئية، كما تحثهم على الاستمرار في تبني الممارسات الصديقة للبيئة للمساهمة في بناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة للأجيال القادمة من أجل بناء مجتمع أخضر يتماشى مع القواعد البيئية الصحيحة. طبعا احنا معانا على التليفون الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة عشان نعرف منه كافة التفاصيل. يا دكتور صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم، اهلا وسهلا يا فندم. يا اهلا بحضرتك، عايزين نعرف من حضرتك في البداية طبيعة هذه المسابقة من فعاليات وانشطة. هو طبعا المجلس الاعلى للجامعات ممثلا في معالي وزير التعليم العالي اطلق هذه المسابقة بين الجامعات المصرية، والحقيقه جامعة المنصورة منذ فترة بعيدة كانت بتهدف لهذا الملف، وهو أن تكون جامعة صديقة للبيئة في كافة المجالات، سواء في إدارة المخلفات أو المياه أو الأبحاث العلمية التي تخدم البيئة، وأيضا التغيرات المناخية وكذلك الأزمات والتشريعات واللوائح اللي تبنتها الجامعة التي تهدف إلى الاستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030. وفي ضوء إطلاق هذه المسابقة الحمد لله تم رفع الملفات على الموقع الإلكتروني للمسابقة، وكانت لجنة التحكيم لجنة خارج جميع الجامعات المصرية بحيث يكون التحكيم يتميز بالموضوعية والشفافية. وجاءت اللجنة لزيارة الجامعة وبحثت كل الملفات وكل النقاط الموجودة والمعايير التي أطلقتها اللجنة، والحمد لله توافقت مع الأهداف التي تسعى إليها وحصلنا على المركز الأول مناصفة مع جامعة القاهرة. دكتور شريف طبعا بعد التحية وألف مبروك مرة تانية، بس حضرتك تحدثت عن بعض العوامل اللي أدت أنه أو كانت السبب في أن جامعة المنصورة تفوز بهذه الجائزة، على سبيل المثال منها تدوير المخلفات. حابين نعرف من حضرتك يا فندم آلية عمل هذه المنظومة، مش بس تدوير المخلفات لكن المعايير اللي على أساسها قدرت تفوز جامعة المنصورة. طبعا احنا عندنا كذا ملف من هذه الملفات. طبعا حضرتك تعلمي جيدا ان لدينا 13 مركز طبي ومستشفى جامعي، وفي مخلفات بتخرج من نتيجة الاستهلاك من هذه المستشفيات، وبالتالي كيف يتم التخلص منها التخلص الآمن؟ هل في شركات بتيجي تاخد المخلفات بحيث ان ما يتركش اي اثر يلوث البيئه؟ ايضا الاستخدام الامثل لهذه المخلفات وكيف يتم استغلالها بالتعاون مع محافظه الداخليه؟ فالحمد لله احنا عندنا كجامعه ما فيش الملف ده بياخد اهتمام غير عادي. ايضا السلامه المهنيه، في اداره موجوده في الجامعه تتولى اداره السلامه المهنيه ومواجهه المخاطر، في مرور شبه يومي على الكليات وعلى المستشفيات للتاكد من عدم وجود اي مخلفات تؤثر على البيئه او تؤثر على المواطنين او منسوب الجامعه. أعتقد كمان يا دكتور أنه المساحات الخضراء داخل الجامعة برضو من الحاجات المهمة اللي ساعدت والتشجير وكده. هو طبعا جامعة المنصورة من الجامعات اللي أنا أزعم أنها متميزة يمكن على مستوى العالم
في المنطقه الخضراء والتنسيق الحضاري، والحمد لله ده يعتبر متنفس للطالب اثناء اليوم الدراسي. ايضا بالنسبه لاعضاء التدريس وللجهاز الاداري، يعني انا ادعو البعض يطلع على هذه المنظومه وهذه الجامعه التي تتميز منذ انشائها من سنه 72 حتى الان بالتنسيق الحضاري والمنطقه الخضراء التي تعتبر عامل من عوامل تميز جامعه المنصوره. طيب دكتور شريف، بالنسبة للطلاب، طلاب جامعة المنصورة، يعني هل بقى عندهم الوعي الكافي تجاه هذه القضية تحديدا، تغيير المناخ وما يحدث عامة في العالم، وان احنا دلوقتي بنتجه ل خلينا نقول منظومة صديقة للبيئة متكاملة، وازاي تم اشراكهم اصلا في هذا العمل بشكل عام؟ هو طبعا الطلبة الحمد لله طلبة جامعة المنصورة لديهم وعي بهذه التغيرات المناخية من خلال الندوات التي عقدت على مدار العام، من خلال في دورات تدريبية، في لجنة شكلت لإدارة ملف التغيرات المناخية، والحقيقة في تنسيق مع كل الجامعات في الدلتا سواء كانت شمال أو شرق أو وسط الدلتا. تم عمل اكثر من ندوه واكثر من مؤتمر، ايضا في كتيب بيصدر او ملخص عن هذه التغيرات المناخيه بيطلق على الفيسبوك وعلى للطلاب. الاستاذ اعضاء تدريس الحقيقه بيساهموا في القاء بعض النبذه مختصره اثناء المحاضرات عن هذه التغيرات المناخيه، بحيث ان الطالب اللي ما بيجيش ندوه او بيحضر مؤتمر يكون عنده فرصه انه يطلع على احدث هذه المتغيرات. طيب هل في سنوات دراسيه معينه بتستهدفوها ان الطلبه دول يكونوا موجودين وهم بينفذوا اعمال المبادره معاكم او بيساعدوكوا فيها؟ هو طبعا المبادره بتبقى مطلقه لكل الطلاب، بنركز طبعا ان الطالب يكون جاد، لديه ثقافه، يكون عنده استعداد للعمل التطوعي. والحقيقه الحمد لله بيبقى عندنا نسبه كبيره جدا جدا بنقدر نختار منها الطلاب المناسبين، وخاصه الطالب اللي هو على وشك التخرج ده بيكون فرصه انه يخدم المجتمع، ويكون لديه فرصه بعد التخرج انه يكون يعني فعال داخل المجتمع المصري. طيب دكتور شريف، عفوا، بجانب الندوات التثقيفيه والندوات التوعويه لتوعيه طلاب جامعه المنصوره باهميه هذا الملف تحديدا، عايز اعرف من حضرتك هل في مسابقات كان من دورها انها تحمس الطلاب اكتر او تحفز الطلاب ان هم يعرفوا اكتر عن تغير المناخ وكيفيه الحفاظ على البيئه، ولا كان ايه اللي حصل؟ هو فعلا في مسابقه وتم فوز، يعني عمل اكتر مسابقه بين الطلبه وبين اعضاء التدريس والهيئه المعاونه على مستوى الجامعه، وفي عندنا الحمد لله فرق فازت بالمركز الاول وهتدخل على مستوى الجامعات المصريه للتصفيه، وكان هدفها ازاي احنا نكون جامعه صديقه للبيئه. اعدوا ابحاث علميه في هذا الشان. نشكر حضرتك طبعا جزيل الشكر، وبنحييك مره ثانيه، وبنبارك لحضرتك على هذه الجائزه. الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعه المنصوره، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم. طبعا جميل ان يكون عندنا مستوى عالي من الوعي بين الطلبه باهميه التغيرات المناخيه وما تحدثه من تاثيرات على كل نواحي الحياه. الجميل كمان في جامعه المنصوره ان هي من الجامعات الحقيقي ان هي كل فتره بتبهرنا بوجودها في تصنيفات، مش فقط تصنيفات محليه ولكن في تصنيفات عالميه كمان. جامعة المنصورة دايما حريصة ان هي تدخل هذه التصنيفات، والحقيقة بتحقق مراكز متقدمة دايما في كل تصنيف او في كل مسابقة بتدخل فيها بتحقق مراكز متقدمة. احنا دلوقتي بنتكلم عن جامعة صديقة للبيئة، اعتقد ان دي حاجة من الحاجات اللي ما كناش بنسمع عنها خلال الفترة اللي فاتت، لكن ده توجه عالمي دلوقتي. يعني ادخلوا كده، اكتبوا سيرش كده على جامعات صديقة للبيئة، فهتلاقي ان في جامعات كتيرة جدا عالميا صديقة للبيئة وبتسعى لتحقيق الاستدامة في هذه الجامعات. مشاريع كتيرة تمت في الجامعة عشان في الآخر نقدر نقول إن جامعة المنصورة من الجامعات صديقة للبيئة. مشاركة الطلاب، ودي حاجة مهمة جدا جمانة كانت بتتكلم فيها مع دكتور شريف دلوقتي، هي توعية الطلاب، إن الطلاب يكون عندهم درجة عالية من الوعي بأهمية هذه القضية، وإزاي يشاركوا بعدد كبير من المشروعات في النهاية بتخدم جامعتهم وبتخدم بلدهم. وفي النهاية نقدر نقول إن هذه الجامعة
جامعة صديقة للبيئة. بكل تأكيد، وأعتقد أن أهم عامل يا شاذلي هو فكرة الطلاب، لأنه كل طالب هو سفير يقدر أن هو ينقل هذا الفكر لأشخاص آخرين، فهي نقطة مهمة جدا أن احنا يبقى عندنا طلاب عندهم وعي كامل بأهمية هذه القضية، مش فكرة أن أنا أطور مبنى أو أطور مكان أنا موجود فيه أو فقط المنظومة، إن كانت منظومة تدوير المخلفات أو ما إلى ذلك، لكن فكرة أن يبقى عندي أشخاص عندها وعي بيئي دي مهمة جدا جدا، ويمكن إحنا محتاجين طول الوقت نشتغل على النقطة دي، لأن إحنا الموضوع ده ما كانتش عندنا، ده جديد علينا، فمهم جدا إن إحنا نشتغل على النقطة دي تحديدا، ونعرف إن إحنا ما نتعاملش مع البلاستيك على ما سبيل المثال، يعني من أهم الحاجات أو أبسط الحاجات ما نتعاملش مع البلاستيك مثلا، نبطل نجيب اكياس بلاستيك، ما نشتريش حاجات في اكياس بلاستيك. بالمناسبه في شنط اصلا بتبقى موجوده قماش بقى او اي حاجه بننزل نجيب فيها الحاجه ونستخدمها اكتر من مره، ننزل نجيب بيها الحاجه ونرجع تاني، ما نحاولش نتعامل مع البلاستيك. بلاش كوبايات البلاستيك، ممكن نجيب كوبايات ورق يا شاذلي. لو في اماكن كتير دلوقتي لما بتروح تشتري منها مثلا مشروب على سبيل المثال، مفيش السترو او الشاليمو او المصاصه اللي بتبقى بالبلاستيك، بتبقى حتى معموله من ورق، الكوبايه كمان من ورق. طول الوقت الحاجات اللي احنا بنشوفها او ممكن حتى ما ناخدش بالنا منها وبنعتبرها حاجات بسيطه، هي حاجات مهمه جدا. في ابحاث كتير جدا وتقارير كتير جدا عن خطوره البلاستيك، وانه ازاي اذى البيئه، وانه ازاي اثر على الكائنات البحريه، وانه ازاي اثر على التوازن البيئي بشكل كبير جدا. يمكن حد يقول البلاستيك ما حدش كان هيجي في دماغه يا شاذلي انه كيس بلاستيك او البلاستيك يكون مؤذي الى هذه الدرجه. طبعا بكل تاكيد كلامك مظبوط يا جمانة، وكمان فكره واحنا بنتكلم طبعا عن جامعه المنصوره، التخلص الامن من المخلفات، مساحات التشجير، كل دي ثقافه المفروض تكون موجوده عندنا كلنا، ويجب ان احنا نطبقها حتى على مستوى الافراد. يعني احنا بنفسنا كده نقوم بنفسنا زي ما كانت جمانة بتقول، نحاول نبتعد قدر الامكان عن الحاجات اللي ممكن تضر بالبيئه على المستوى البعيد. صحيح، على اي حال.